شهدت تنافذ توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بالدقة أهلية إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث تم توفير اللحوم بسعر 185 جنيها للكيلو. يأتي ذلك ضمن جهود مؤسسة حياة كريمة من خلال توفير عدد من المنافذ المتحركة بالدقة أهلية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، فالعبء عن المواطنين. العربية يمكن شفتها في اقل من نص ساعه وربع ساعه طبعا انتهت، وطبعا الاهالي برضو كالعاده نفس السيناريو بيتكرر في كل قريه، ان هم يطلبوا العربيه تيجي مره واثنين وثلاثه ويستفيدوا باكبر قدر من المبادره، لان طبعا سعر خرافي مش موجود في السوق ولا في اي مكان. والله بصراحه احنا محتارين نشكر معالي الرئيس ازاي، لان بصراحه احنا شايفين سعاده الناس وفرحتهم ده بالدنيا كلها، وربنا يبارك فيه يا رب ودايما يخلي لنا يا رب ان شاء الله. السيد الرئيس بيعمل مبادرات لان الشعب المصري يستاهل كل خير. حاجه كريمه دي حاجه جميله جدا، ويا ريت تتكرر على طول، وكده بتوفر على الناس الغلابه كتير جدا وكده بنص الثمن، وانت شايف الناس مبسوطه ازاي ومزاجهم حلو، وعايزين يا دوب يعني يا ريت الموضوع ده يتكرر مره واثنين وثلاثه كل اسبوع. اما بينزل فراخ او لحوم مجمده ونتمنى انها تكون بزياده، فاهالينا البسطاء طبعا بيستفادوا منها، وبتاثر بطريقه عكسيه على اللي هم التجار الجشعين، فبداوا بطريقه مباشره او غير مباشره ان الاسعار تنزل، فنتمنى ان هي تكون تستمر وبزياده لما حاربت جشع التجار. نشكر السيد الرئيس على المبادره ديت، ويا ريت تتعمم في كل المحافظات وكل البلاد. الناس فعلا مبسوطه جدا باللحمه، وهي الحمد لله كويسه، وربنا يبارك في عمل الموضوع ده ان شاء الله.